تبويرية علشان في نهاية الثلاث شهور ده مش هيكون عندي كميس بعيد خالص. لو احنا بدأنا معايا واحدة واحدة هنرجع نعيد تاني على اسم الحرف وصوت وشكل. أولا هاخد اسم الحرف ده اسمه ايه؟ ألف. ده اسمه ايه؟ ألف. طيب شكله في أول الكلمة وفي نص الكلمة وفي آخر الكلمة هاخده دلوقتي بس بعد ما أعرف صوته. هكرره ثلاث مرات. حطيت فتحة، الفتحة هنا فوق، فتحة فوق. بفتح بقي بسيط. ايه؟ طيب لو انا حطيت الكسرة تحت هكسر الحرف الاي. لو انا حطيت الضمة فوق هضمه كده ضمة بسيطة يبقى شكل الحرف اهو اهو. ده اسمه ايه؟ اسمه القلب. اسم حرف الألف. لكن صوته عندي ثلاث أصوات، فتحة وكسرة وضم. هنا بفتح الألف صوته بالفتحة إيه؟ طب بالكسرة؟ بالضمة؟ إذا عندي ثلاث أصوات للحرف، ثلاث أصوات للحرف. طب هو بيكون في أول الكلمة شكله إيه؟ أهو إيه؟ يتأكد. طب بيجيلي في النص؟ اهو س واحط اهو يجيلي هنا اهو س يجيلي هنا في النص اهو ساء. طيب يجيلي في الاخر اهو كارا ايه يجيلي في الاخر اهو كارا ايه. يبقى الالف شكله في الاول وفي النص وفي الاخر. شكله في الاول وفي النص وفي الاخر. وعرفنا صوته وعرفنا ايه؟ صوته. هو كمان ليه شكل تاني تشكيل تاني اللي هو بالسكون اللي هو الضعيف بس هناخده هيبقى مع ايه؟ هيتقري معاه حرف قبل منه. ده سكون بالحرف الالف الساكن بنطقه واعمل كده أه 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 أه. خلاص؟ لكن مش صوت، لكن مش ايه؟ ما هوش صوت، ما هوش ايه؟ ده الشكل بتاعه الايه؟ التاني. طيب ضهري ورا كده تاني وربع ايدي. هناخد حرف الباء. اسمه ايه؟ ده اسمه باء. الباء تحتها نقطة غير النون. النون اللي جواها نقطة عشان ما نتلخبطش. الباء شكلها كده النقطة بتاعتها تحت. اسمه ايه؟ اسمه الباء. هناخده بثلاث أصوات بثلاث أصوات بدون. هنحط هنا فتحة أفتحه الباب. أحط كسرة يبقى صوت الحرف بالكسرة دي. أحط ضمة تبقى صوت الباء بالفتحة باء بي بو. هنكرر كل ده مع كل الحروف، مع كل الإيه؟ الحروف. يبقى عندي صوت الحرف بالفتحة عرفته، بالكسرة بالضم. خلاص؟ هاجي بقى للحروف اللي هي المتشابهة اللي احنا بنتلخبط فيها. يعني مثلا لو جبت حرف التاء اسمه تاء، في فرق بينه وبين الطف. ده تاء تاء مرقب، انما دي طا طا طا، ده حرف الطف، انما ده التاء اسمه التاء، اسمه كده اسمه التاء. طيب اسم اجيب الفتحة واقول تاء تي تو. خلاص؟ انما الطب تقول طا طي تو. فهمنا؟ فهمنا؟ طيب اجي بقى للحروف اللي هي الايه؟ اللي انا بطلع لساني فيها. الحروف اللتويه. الحروف اللثويه. اللثويه اللي هي ايه؟ الذان. ده بطلع لساني. لازم لساني يطلع. ذا 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 ذا. المكتب ده ضا 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 ضا. طب ده ث ث ث ثلاث نقط. يبقى عندي ثلاث حروف بطلع لساني فيهم، ذا
والثاء، خلاص؟ في فرق بين الثاء والسين، فرق بين الثاء، حرف الثاء ده اللي بيطلع لساني فيه، انما ده حرف السين، حرف الايه؟ السين، خلاص؟ تعالوا نجيب الحروف اللي احنا بنتلخبط اللي لها كذا شكل. يعني مثلا حرف الهاء، الهاء اهو، ده الهاء اهو، عليه بالفتحة هاء، بالكسرة هي، بالضمة بو. طيب الهاء لها كذا شكل؟ شكل في الأول كده. طب في النص ممكن اكتبها كده؟ وممكن اكتبها كده في النص. يعني ممكن اكتب مهاراتهم وفي الآخر يا إما منفصلة يا إما متصلة. أهي منفصلة يعني إيه؟ يعني بتيجي قدام الحرف. زي ما قلنا أبوه أهو. إيه الهاء منفصلة أهو. طب ممكن أقول متصلة أو أمه. أهي. أهي. جاتلي متصلة أهي. 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 خلاص؟ وجاتلي منفصلة أهي. حرف الهاء. خلاص؟ طيب ممكن أكتب مهاراتهم كده؟ وممكن اكتبها الهاء كده. كده اهو. تيجي لي في الكتاب يا اما كده يا اما كده. ده شكلها كده وده شكلها كده. خلاص؟ وممكن تيجي لي رقعه زي ما بشوفها في كتاب الخط كده. خلاص؟ يبقى حرف الهاء ليه كذا شكل. ليه كذا شكل. في الاول وفي النص وفي الاخر. يا منفصل يا متصل. خلاص؟ طيب نيجي بقى لحرف الكاف. اللي انتوا بتتلخبطوا فيه بين ده وبين ده. خدوا بالكم ده حرف الكاف. كاف. لما باجي اقطعه بالفتحه ليه شكل اهو. دي في اول الكلمه. في اول الكلمه. افتحه اقول كاف 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 بالراحه كاف كاف كاف. هكي هكو كاكي. في فرق بين دي وبين دي. بين دي دي بنطقها قا 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 قا. لما دي مرققه كا كا. لما دي قا قا. قر قر بنطقها قي قي. يبقى خلاص في حرف بيتنطق من هنا. الكاف والقي في فرق بينهم. الكاف دي فيها كاف صغيره اهي. اوعى حد يفكر ان دي همزه. يعملها لي كده او يعمل لي كده غلط. لازم اعمل الكاف الصغيره جواها مش هعملها همزه زي دي. خلاص؟ خلاص فهمنا؟ طيب شكلها ايه في الاخر؟ اهو دي اللي في الاخر. دي في الاول وفي النص اهي. وفي الاخر اهي. يبقى الكاف في الاول وفي النص وفي الاخر. خلاص؟ ماشي. عندي بقى حرف الجيم. الجيم اللي جواه نقطة اسمه كده الجيم. الجيم 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 الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم. طيب الجيم في اول الكلمه اهي شكلها كده. طب في النص اهي. طب في الاخر اهي. خلاص عشان ما نتلخبطش. الجيم جواها ايه؟ نقطه. الجيم جواها ايه؟ نقطه. والحاء اللي مش عليها ايه؟ نقطه. والخاء اللي في راسها ايه؟ نقطه. صح؟ الجيم جواها نقطه. والحاء ما فيهاش نقطه. والخاء في راسها نقطه. عرفنا؟ لو حفظنا كل الحروف دي كلها هنعرف. كان زمان كان في مدرس. كنت انا زمان بنسى كلمه الصاد. بنسى سنه الصاد. انا عندي الصاد اهي. ده اسمه الصاد. ليه سن اهو؟ كان زمان ايه؟ يعاقبني يقول لي لو نسيتي سنه الصاد هخلق لك سن. فعلى طول كنت لازم على طول اول حاجه اعملها ما انساش السن. يبقى الصاد والضاد لهم سنه. وكنت على طول اخاف من المدرس اللي يخلعني السنه بتاعتي. كان هو بيحب يهزر معايا يعني. فاقوم على طول اكتب الصاد والضاد بسنتها. مش انسى مش انسى سنه الصاد خالص. ما حدش يعمل لي الصاد كده من غير سنه ويعملها لي كده غلط. كده بقت عامله زي الحاء كده غلط. لازم سنه الصاد والضاد. لازم سنه الصاد وايه؟ والضاد. الصاد عليها فتحه صاد. تحتها كسره صين. عليها ضمه صو. وكذلك الضاد فتحه ضاد كسره ضي ضمه ضو. فهمنا؟ فهمنا ولا مش فهمنا؟ فهمنا. طيب خلاص تعالوا بقى نجيب الحروف الثانيه.
ده اسمه الياء المقطع. ياء الايه؟ المقطع. لها كذا شكل، هي شكل واحد. لها شكل اولاني، بيجي في اول الكلمه اهي، وبيجي في نص الكلمه اهي، وبيجي في الاخر اهي. طب ده شكل اثنين ثلاثة، في الاول وفي النص وفي الاخر. وفي دي اللي من غير نقط اللي بنطقها الف. بنطقها ايه؟ الف. تعالي كده.